مساكم الله بالخير وحياكم الله في ليالي الكويت. طبعا في شيء لازم تعرفونه، اول ما يعني صار فوز منتخب المغرب كان بيني وبين ابراهيم ضعيان عندنا احد الاخوان في الاعداد اتصال، قلت له يب السفير؟ قال لي والله. قلت له والله يبه. ترى هذا المساء شفتوه كان في خلال ساعه الا ربع صار، فيعني حبيت اني انا اذكر لكم ان جماعه ليالي الكويت شلون مرات الواحد يشتغلون مع بعض وبسرعه بسرعه من اجل ان تكون الشغله عفويه وسريعه. فبس حبيت اذكر لكم هذا الشيء. رحب بالدكاتره طبعا دكتور محمد دكتور منذر، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم. لقاء اخر لقاء لنا بكورونا كان، ها؟ من زمان. كورونا. كمامات وحالتنا حاله تذكر؟ أكيد. اول مره اشوف ابتسامتك ترى. الله لا يرد ايش الايام. امين. دكتور سعيدان، السؤال ان يعني المؤتمر العالمي للايدز كان 1 ديسمبر يعني من كذا يوم، ابي اعرف هل احنا من الثمانينات كانت الجرائد تحط الايدز والايدز وقامت الاوادم يشترون بلاستيك من ذاك الوقت اللي يسافرون رحلات جماعيه ويروحون اوروبا، قاموا يخمون جنطه كامله كلها صحون وكفاش اللي كانوا يروحون يسوون الحركات يدرون فيها، خذوا اغراضهم الكويت والسب الخوف من الايدز. فانا عندي سؤال انه يعني لانه ينتقل الايدز بطرق كثيره، لكن هل وصلنا الى شغلات جديده في العلم في علم الطب عن هذا المرض؟ طبعا يعني اللي وصلنا له ان فهمنا المرض بشكل افضل. نعم. والحين طبعا الادويه والعقاقير قاعده تتطور مع الوقت وكذي، طبعا بالعقاقير هذه يتم خفض نسبه الفيروس في الدم بنسبه كبيره بحيث ان الانسان ما يصير عنده مضاعفات صحيه تحمي من الامراض اللي قد تنتج، سواء من الامراض اللي هي تصدر بسبب العدوى بالامراض الاخرى اللي تنتهز فرصه ضعف المناعه. وبنفس الوقت طبعا هذه الادويه تقلل فرصه انتقالها للاخرين. نعم. دكتور منذر، بالسؤال خلال 3 سنين اللي فاتت لاحظنا التركيز على الفيروس بشكل كبير، انواع الفيروسات كلها، خصوصا اخر سنتين صار كل الشغل على سارز والميرس، شغلات هاي هي مالت كورونا، مثل ما تقول مشتقات الكورونا يسمونها او مثل مشتقه منهم. الايدز اختفى، ما سمعنا له حس كلش، او ما كان يطلع حتى، ما تلاقي حتى ولا خبر، تمر اشهر ما تشوف خبر واحد نازل باي قناه يتكلم عن فيروس الايدز او يتكلم عن علاج حقه. صار خلال الفتره هذه طبعا بدون شك ان كورونا طغى على المشهد، واني سلطت كل وسائل الاعلام ان معظم طاقتها لتغطيه موضوع كورونا، يمكن ما بس اثر على الايدز، يمكن اثر على وايد امراض ثانيه. ممكن تأثيره كان أوضح على إيدز، لأن أعتقد أن نفس الأطباء المعنيين في الأمراض المعدية هم نفس المعنيين في مرض كورونا، فيمكن إيه انشغلوا أكثر في كورونا وصار التركيز أقل على إيدز، بس لا زال هناك المرض موجود، لا زال هناك إصابات جديدة كل سنة، أكثر من 1 مليون إصابة حول العالم كل سنة بفيروس نقص المناعة، لا زال هناك مضاعفات للمرض. فممكن بس النشاط الإعلامي هو اللي تغير خلال فترة طافت. يعني في حكي يقال أن الصحة العالمية ما قامت تعده كمرض او كوباء او كمرض ممكن ينتشر فيروسي، حتى يعني حتى ما قام يعطونا مثل ما تقول اهتمام، مثل يعني حتى الايبولا بين نزل بالاخبار، الايدز ما قام يتكلمون عنه الصحه العالميه بشكل كبير. هو طبعا الفيروس تغير، يعني من كونه قبل في السابق كان مرض خطير مرض قاتل، الان اصبح مرض مزمن، علاجه بسيط، علاجه عباره عن حبه ياخذها مريض كل يوم ويعيش حياه طبيعيه بالكامل. يكون عنده الحمل الفيروسي غير مقروء في الدم، مناعته طبيعيه كنا انسان طبيعي، بس الفرق انه قاعد ياخذ حبه في اليوم. فممكن هذا تغير طبيعة المرض من مرض قاتل إلى مرض مزمن خلى الاهتمام منظمة الصحة فيه نوعا ما أقل من السابق. أعرف دكتور، من فترة أطلقت حملة يوجد علاج أو هناك علاج بادر بالفحص من فترة طويلة، فمثل ما ذكرت حضرتك الحين أن ممكن علاج هذا المرض، يعني هل في دول الحين يعالج على أساس الناس ما تخوف من هذا المرض بالشكل اللي كان فيه في البداية الثمانينات؟ طبعا احنا مثل ما ذكرنا العلاج اللي موجود يعني يوصل الشخص الى مرحلة انه يعيش حياة شبه طبيعية، وكل ما بتشرنا في العلاج كل ما احسن للشخص نفسه ولمخالطينه، لذلك يعني مهم جدا ان الواحد يقدم على انه يفحص بشكل مبكر وكذي عشان نقدر نقدم له العلاج في الوقت المناسب. وانا اثني على كلام اخوي دكتور محمد ان المرض هو مرض قابل للعلاج وليس قابل للشفاء،
الحين مرض السكري بالضبط في له علاج صح؟ بالضبط. لكن الشخص يعيش مع السكري مرض مزمن يتعايش وياه يتعايش معه في نفس الشيء فيروس نقص المناعة قابل للعلاج وليس قابل للشفاء. وهذه المشكلة في نقص المناعة إن تحوش أمراض ثانية يمكن إذا مو ماشي العلاج، أما إذا ماشي العلاج مناعته تكون طبيعية ترجع طبيعية كنا إنسان طبيعي بالكامل يعني يتحول من مصاب نقدر نقول لحامل المرض بس مجرد خامل بالضبط. حلو هذا الشرح يمكن سريع. المصاب بالإيدز ممكن يتزوج لأن قاعد أشوف إن وزارة الصحة تحط إن في فحص حق الإيدز قبل حق المقبلين على الزواج ممكن يتزوج وينجب أولاد أو هذه شروط معينة بس للزواج. هذا الشق الأول. الشق الثاني من السؤال واللي هو أهم من الأول إن طلع خبر إنه يقول إن ولادة 100 طفل في مستشفى بالمستشفيات في الكويت وأمهم أعتقد أو الأم أو الأبو فيهم مرض الإيدز بس هما ما فيهم. شنو ردك على الثاني بعدين خلينا نتكلم عن الأول اللي هو شروط الزواج. نعم بالنسبة حق الخبر يعني وجود 100 حالة هذا طبعا خلال فترة زمنية طويلة ليس خلال سنة واحدة. كان نتكلم من بداية برنامج منع انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين في سنة 99 يعني كان نتكلم عن تقريبا عن 23 سنة اي فهذا تقريبا على المدى البعيد وليس خاص في مستشفى الجهرة وليس خاص بهالسنة. كان نتكلم على من بداية برنامج في سنة 99 إلى الآن طريقة نشر الخبر كانت تقول لك إن اليوم توحي إن كأن الحين يعني صار في ظرف أسبوع الولادات هذه صارت يعني 100 ولادة بأسبوع ما تصير بيديرة تصير لا تصير والله صدق الكويت ما في الكويت فيها 100 بالأسبوع اليوم أنا قلت أسبوع ما قلت باليوم إيش فيكم علي أنتم فازوا سلطانة فازوا دكتور الحالات اللي انولدت ما فيها مرض الإيدز في وسائل وقاية يعني حاليا أي مرأة حامل حسب القانون الكويتي لازم أو قرار وزاري بالكويت لازم يجرى لها فحص فيروس نقص مناعة إذا تبين إصابتها بالفيروس أثناء الحمل يتم تقديم علاج لها. هالعلاج يمنع بإذن الله انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين سواء أثناء الحمل أو أثناء الوضع. والرضاعة الرضاعة ممنوعة إذا هي مصابة بالضبط. ممنوعة بالضبط. نعم. أبي بس أكد على المعلومة لو سمحت تعيدها إن إذا كان فيها إصابة وهي حامل يعني تعطونها أدوية علشان تمنع انتقال المرض للجنين بالضبط ويطلع الجنين سليم. فهذا الخبر أن 100 حالة ولادة لأطفال أصحاء من أمهات مصابات بسبب تقديم العلاج هذا. حلو. والخبر صحيح ولكن على 23 على مدى سنة. على مدى سنوات كلها إضافة. نعم. نعم. كي دكتور سعدان في كلنا نعرف يمكن أسباب انتشار مرض الإيدز بداية التصرفات الخاطئة وغيرها من الأشياء وانتقال عن طريق الدم. هل في طرق ثانية؟ هي طريقة انتقال المرض عن طريق الدم طبعا بس هي طبعا السلوكيات وطريقة التعامل والاختلاط مع الآخرين في بما ينقل الدم من شخص إلى شخص آخر. يعني في ناس تخاف يقول كان شفت مرة أحد الأفلام كذي واحد كح بالكلينكس دم وقام عفس الدنيا وقال لحد يقرب يم الكلينكس وكذا. هل ممكن ينقل عدوى بالطريقة؟ يعني لا جد شفته ما ادري فيلم والله لا لا هذا هو ديوز توك تعايرني بسالفه 100 مولود في ظرف لا عايرتك على البرتغال خلنا هيك على سالفه البرتغال اي على البرتغال زين يقول فيتامين سي فيتامين سي الحين لحظه انت قاعد تتابع المباراه اي نعم 0-0 والله صدق 1-0 البرتغال متى توي قال البرتغال شفت برتغال بالجمعيه برتغال دوله فرق بينهم انت تقول برتغال زين الحين احنا تكلمنا يمكن على قلت لنا في علاج موجود وممكن يسهل عملية ان الشخص يعيش طبيعي لكن هنتكلم على الاسر رد الفعل اللي يصير في الاسر اللي اكتشفون اللي عندهم احد مصاب شنو قاعد تشوفون انتم من حالات اللي قاعد تيكم طبعا احنا نقدر نرجع سؤال اللي قبل ارجع لقبل السؤال اللي قبل طبعا يعني ناكد على ان طريقه الاختلاط مع الاخرين الطبيعيه السلام القعده معاهم احد مريض عطس كح استخدام نفس الأواني استخدام نفس الـ نعم. الـ الـ الأغراض ما ينقل العدوى العدوى تنتقل بالتعرض للدم بشكل مباشر ينتقل من شخص لشخص بالطريقة هذه طبعا بالنسبة حق الحالات اللي مصابة دائما احنا نقدم لهم يعني مو فقط الرعاية الصحية من ناحية العلاج ولكن طبعا هم الرعاية النفسية وشلون يقدرون يعني يتعاملون مع بعض بشكل يعني يخفف عنهم الضغوطات النفسية اللي ممكن تصير بسبب هذا المرض طبعا من المهم جدا انه يعني يصير التثقيف انه بالطرق التعامل اللي تمنع انتقال المرض للآخرين في أفراد الأسرة
دكتور منذر سؤال، متى يتم حجز المصاب نهائيا وعدم مخالطته للجمهور ابعاده حتى عن اسرته؟ طبعا كفيروس حد ذاته هو من الفيروسات تنتقل عن طريق الدم، فالفيروس ما ينتقل الا من دم الى دم او عن طريق اختلاط سوائل الجسم الملوثه بالفيروس، فكاحتكاك عادي يومي مثل ما ذكر الدكتور محمد ما ينقل. اذا كان الشخص مصاب بمرض انتهازي معدي بسبب ضعف المناعه ممكن ان نحط اجراءات احترازيه بحيث يتم يعني عزله الى ان يتم شفاء من المرض الانتهازي اللي حاشه، وهذا طبعا امر نادر جدا. معظم الحالات الحمد لله يعني مناعتهم طبيعيه، الفيروس عندهم صفر، عايشين حياه طبيعيه، ما عليهم اي اعراض، فهذا هو الاصل في الفيروس. بس يعني السالفه اللي انا قلتها من شوي هي سالفه البلاستيك والشغلات هذه كلها، هذه ما مو صحيحه، كلها قديمه في السابق قديمة. مع بدايه ظهور مرض مع بدايه تخوف إيه؟ فالحين هي ما يعني ماكو لا 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 لان هي بس فقط عن طريق الدم او انتقال عن طريق الدم او اختلاط سوائل الجسم الملوثه. كورونا طلع خلصوا ديتول كانوا قبل 20 25 سنه بالحج الحلاقين يحلقون حق الاف صح الاف، وما كان يعني الكل يستعمل نفس او كل حلقه كل حلقه يحطوا لها موس، كل ما حلق له واحد لا ساعات بسرعه يبي يلحق، فممكن هذا ينقل انت شايف الاعداد اللي تكون موجوده في الحج، فهل هذا يكون يعني سبب ايضا في نقل العدوى اذا كان ساعات انا ما سويت شيء يمكن حلقت راسي بس؟ طبعا هي المعدات اللي تسوي بالضبط. الجرح من تجرح من شخص الى اخر هذه ممكن تنقل، لذلك يعني من المهم ان او يعني احنا نوصي ان اذا حد بيروح حق مثلا حلاق او يعني اما نتاكد ان المعدات المستخدمه تم تعقيمها او المعدات الاستخدام للمره واحده يعني الموسى، وهذا طبعا الاخوان يقولون يعني حتى بالنسبه للحلاق في الكويت يعني يفضل الانسان يكون معه ادواته الشخصيه هو يوديها مع الحلاق ويستخدمها هناك، يعني الحلاق يستخدمها لشنها فعلا يقول تنقل في بعض المعدات صحيح نعم. يعني خاصة الصالونات وكذي يعني في يستخدمون بعض المعدات اللي ممكن خاصة تسوي بالنسبة للأسنان، ترى على فكرة الناس وايد قاموا يودون جناطهم جناط إيه؟ يعني أشوف كل واحد يودي ترى مو غلط لا تنظف ماكينته الماكينة والشغلات والريزر مالتك اللي مالت الحلاقة كلها يودونها بروحها كذا، هذا جزء من النظافة وايد توعية وايد زينة. هذا السؤال لكم الاثنين أنا هذا يمكن محوري، احنا كل قاعد نشوف كل الفيروسات طلعوا لها لقاحات. شنو يعني محوري؟ يعني هذا مفصل يفتر الموضوع يفتر يدور كتويل قاعد اختبره اشوف زين تسوي. فشفنا لقاحات طلعت الحين حق الكورونا، لقاحات حق وايد امراض وايد فيروسات، خصوصا الحين استخدموا تكنولوجيا الجينات تعديل الجين والسوالف هذه، ما راح يصاب الايدز؟ ما لقوا حل حقه؟ صعب موضوع لقاح الايدز لان الفيروس يتكاثر بصوره سريعه حيل مليارات نسخ كل يوم فيكون في طفرات جينيه وايد. حاليا شغالين على اشياء ثانيه، شغالين على بدال الحبوب اليوميه يكون في اوبر كل شهرين مره تم اعتمادها هذه وان شاء الله توصل الكويت قريب. شغالين على اوبر كل 6 شهور مره، شغالين على طريقه لاستهداف الفيروس في الخلايا الكامنه بحيث الشخص يتشافى منه بالكامل. يمكن على مستوى العالم حاليا في 4 حالات شفاء من الايدز اعلنوا عنهم وتشافوا بالكامل من فيروس نقص المناعه. فهذه احد التجارب اللي حاليا شغالين عليها وممكن يكون لها ان شاء الله على المدى البعيد يعني امل في اكتشاف علاج الفيروس ان شاء الله. شلون نعرف عدد حالات الايدز في الكويت؟ يعني كل مره بين شهر وشهرين فجاه يطلع لك زيادة حالات الايدز في الكويت من الاخبار اللي تنشر اشاعات والناس تعتفس وحالتهم حالة خصوصا في وقت السفر ينشرون هذه الاخبار، لكن نرجع على المصدر الرئيسي اللي هو وزارة الصحة، هل عندنا حالات الايدز بكثرة في دولة الكويت والعدد مسموح ان نتكلم عنه ولا لا؟ طبعا منظمة الصحة العالمية ممكن المدير الاقليمي للمنطقة اعلن اقليم الشرق المتوسط كله بوجه عام قاعد يشهد زيادة بعدد الحالات مقارنة في باقي دول العالم. إذا بنشوف دول العالم كإجمال عدد الحالات عندهم قاعد ينخفض، إذا بنشوف إقليمنا الشرق المتوسط عدد الحالات قاعد يزيد، فممكن هذا هو السبب اللي بعض الناس قاعد يتكلمون في زيادة في عدد الحالات. كوزارة أحيانا أثناء المؤتمرات الصحفية مع إطلاق استراتيجية الوطنية الجديدة يعلنون عن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وما يبين في الوقت الحالي، يبين في نهاية السنة. في عدد الفحوصات نسويها سنويا، في عدد معين اللي يروحون يفحصون عن الايدز
احنا طبعا عندنا في نسميهم مثل كذا محطه يعني إيه وقت الوقت التوظيف وقت القادمين من الخارج للعمل اعمال الوافده. طبعا احنا دائما نسوي هذه الفحوصات الدوريه فحص ما قبل الزواج دائما نسوي. طبعا هذه يعني الفئات اللي ضمن هذه المجموعات احنا قاعدين نفحصهم، بس طبعا احنا نبي نوصل حق الكل، اي احد يعني يعتقد انه قد يكون تعرض لسبب العدوى طبعا مهم جدا انه يتقدم للفحص. وطبعا هذه الجزئيه اللي نبي نتكلم عنها ان احنا موفرين هذا الفحص عندنا في وزاره الصحه يعني بدون التوعيه. يعني دوركم انتم كوزاره الصحه وكدكاتره مختصين في هذا الشيء التوعيه، يعني تستهدفون المدارس مثلا او خصوصا طلبه الثانويه، هل هناك توعيه كافيه لاخطار هذا المرض بالنسبه لكم يعني كوزاره بشكل عام، مو كوزاره بشكل عام، شلون توعي الناس من خطوره هذا المرض بغض النظر عن الجرائد او الصحف، لكن كشباب تستهدفون المدارس او سواء كان طلاب بنين او بنات؟ طبعا يعني هي التوعيه موجوده من زمان. نعم. يعني ودائما بين فتره الثانيه الوزاره يعني لها تصدر معلومات عن التوعيه. طبعا احنا نبي نركز في الفتره هذه على التوعيه، خاصه مثل ما ذكر اخوي الدكتور المنذر ان احنا في فتره ان ولو ان عدد الحالات قليل في المنطقه كامله كالشرق المتوسط الا ان في تزايد، ولكن احنا نبي ننشر الوعي ان لازم من الحين نتدخل، من الحين نوصل حق الأشخاص اللي ممكن يتعرضون للمرض أو اللي تم تعرضهم للمرض عشان نقدر نساعدهم، عشان ما نوصل حق النقطة اللي هي ما في رجوع منها بأن تكون الحالات أعلى من هذا. إلى الآن إحنا الأعداد قليلة بس الحمد لله. بس قاعدة تزيد، بس ما نبيها توصل لمرحلة أنها تصير وايد كبيرة، لذلك الوعي مهم جدا. مثل ما تفضل نبي أدخل معاكم في سؤال في الكويتيين، يعني هو يا يسوي فحص ويكتشف أنه في إيدز ولا تكون هناك أعراض. ممكن أول شيء أفهم منكم شنو الأعراض اللي ممكن يعرف منها أن أنا ممكن حايشني مرض الإيدز؟ هذا السؤال الأول، جاوبوني عليه إن شاء الله. بالنسبة حق قبل أجاوبك على السؤال، أنت تفضلت وذكرت السؤال المحوري، إحنا عندنا جواب المحوري. جواب المحوري هدفنا الأساسي من كل هالحملات كلها التوعية أن كل شخص مصاب بالفيروس يكون على معرفة بإصابته، يكون يدري أنه هو مصاب، لأن في أشخاص ممكن يكون مصابين وما يدرون أنهم مصابين، فما راح يبين إلا عن طريق الفحص. وهذا يجاوب على سؤالك شلون الشخص يعرف أنه هو مصاب. ما في أي طريقة لمعرفة الإصابة إلا عن طريق إجراء الفحص، لأن الفيروس عقب ما يدخل بأسابيع ممكن يحوش الإنسان أعراض مثل الإنفلونزا الحادة، بعدها تختفي الأعراض عدة سنوات، 5 سنوات 7 سنوات أحيانا 10 سنوات ما عنده ولا شيء، ما يشتكي ولا شيء. المشكلة أن خلال هالفترة ممكن ينقل عدوى حق الناس الثانيين اللي حواليه. فعشان كذي الهدف أن أي شخص سبق للتعرض حق عام الخطورة، اتصال جنسي غير محمي، تعاطى المخدرات بالأوبر، نقل دم قبل سنة 85 أو غيرها من الأسباب، انه يقوم باجراء الفحص. نقل دم قبل سنه 85. اي نعم، ما كان في فحص. هذا محوري ترى قوي والله العظيم، لان في ذاك الوقت ما كان في فحص ايدز، صح؟ بالضبط. اي بعض الدول، في بعض الدول سنه 83، بعضهم 84، بعضهم 85، بس احنا دائما نقول كان باب الاحتياط سنه 85. طيب الحين اجيك على الشق اللي مال سوالف الكويتيين، اقول لك اوكي سووا لي فحص انا فيني ايدز، اوكي شلون تتعاملون بالسريه؟ شنو العلاج؟ هل راح يعني راح يقول بيحكروني في الامراض الساريه؟ ما ادري ايش بيسوون فيني؟ فيصير عند الهاجس مال الخوف اللي احنا غرضنا ان نبي نقول حق الناس ترى المرض له علاج، قاعد يعطونكم علاج سواء بالحبوب ويا الاوبر في وقت من الاوقات، ولكن بادر علشان انت ما تاذي غيرك. طيب يقول انا اذا بادرت واكتشفوا فيني شيء اخاف انفضح، اخاف دوامي يتفنش إذا طلع لنا فيني مرض، يعني يصير في عزلة على الناس. ممكن تعطوني أفكاركم في هذا الشيء؟ طبعا هذه الجزئية تهمنا وايد، يعني إحنا من ناحية الفحوصات إحنا موفرينها، في موفرين الفحوصات اللي هي طوعية، أهم جزء فيها هو جزء السرية وجزء إن أنا ما أحتاج أسألك ليش جاي تفحص. إذا 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 شخص جاي يفحص لازم نحافظ على سرية الفحص، مو لازم أنا أخذ هويتك وأسجل وأتابعك. وهذا في حال إذا أنت
او شخص اللي جاي طلع ما في شيء خلاص يقدر يرد بيته. طلع في شيء طبعا احنا نوفر له يعني نحوله حق المختصين عشان يقدرون يتابعون حالته ويوفرون له العلاج. طبعا يعني مو يعني ما راح يصير ان انت وتعال ونصك عليك وما تطلع، بس يعني لا لازم في تقرير يطلع حق الدوام مثلا. لا بالنسبه حق موضوع السريه خصوصيه احنا خلينا نتكلم على الوظائف عشان ما ما يختارون الوظائف بوجه عام. هو قلنا ما ينتقل الا من دم الى دم او اختلاط سوائل الجسم الملوثه بالفيروس. فمعظم الوظائف ما تشكل خطر لا على الشخص نفسه ولا اللي حواليه. لو فرضا ان الشخص يشتغل في وظيفه تشكل خطر بهالحاله نقدر نقول تحول حق العمل الاداري في نفس الوظيفه. فهذا هو. بعدين شيء ثاني على موضوع خصوصيه سريه، يعني تخيل في قانون خاص بالكويت حق الايدز في ماده كامله ان اي شخص ينتهك خصوصيه مريض ايدز يكشف معلوماته يتعرض حق عقوبه سجن وغرامه ماليه. فمن مستعد يروح يتكلم ان فلان فيه عشان انت ادخل السجن ولا ادفع غرامه؟ هو ملزم كمريض في ايدز انه يبلغ دوامه؟ لا مو ملزم. مو ملزم. مو ملزم بالقانون. الشخص الوحيد الملزم انك تبلغه الزوجه او الزوجه تبلغ زوجها اذا هي مصابه. بالعكس. نعم. اوكي زين. سؤال هم محوري ثاني، كم سنة يقدر يعيش المصاب بالإيدز تقديري؟ أنا أتكلم عن قبل وأتكلم عن الحين. قبل شلون كان الوضع، الحين شلون صار الوضع؟ نعم إحنا قلنا بالعمر بيد الله طبعا بالنهاية. إيه مرض مزمن يعيش حياة طبيعية بالكامل مثل الشخص الغير مصاب بالفيروس. فإذا هو ملتزم بالعلاج والحمل الفيروسي عنده صفر مختفي بالدم ومناعته طبيعية يعيش حياة طبيعية بالكامل. زين بالسابق قبل وجود العلاجات هذه وقبل وجود التقدم اللي صار الحين، كم اللايف سبان ماله أو معدل الحياة للمصاب مو الحامل؟ اي نعم. في السابق ليش قبل اكتشاف العلاج الثلاثي سنة 96 اكتشفوا العلاج الثلاثي. قبلها كان يموت خلال سنوات مثل ما وصل مرحلة الايدز اللي هي ضعف المناعة الشديد، تبي تحوش امراض انتهازية ثانية وبعدين يكون يعني مصيره هو الوفاة. فيعني اللي 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 مصاب وشاك انه مصاب يفضل انه يفحص، يفضل انه يبلغ، لان لو هد الموضوع هدد يروح فيها. بالضبط صحيح. نصيحة واصلة، نبي نصيحة ثانية. هذه الصور اللي يحطونها قبل وايد ضعيف هزيل صور، هذه الصور اللي تخلي الناس تخترع ما تقدر. الامراض الثانية تاكله مو سالفة شيء. بس مع العلاج ما عادت هذه. واحنا عندنا طبعا اللي هو الشعار اللي هو الوقاية بالعلاج. صحيح. طبعا العلاج وقاية من المرض، هو وقاية للآخر. يعني وين يفحصون؟ وين يفحصون؟ طبعا عندنا عيادات الفحص الطوعي في إدارة الصحة العامة موجود. وين؟ في الشويخ منطقة الصباح. تمام. وعندنا في مستشفى الأمراض السارية. تمام. الفحص بنفس اليوم بنفس المكان تطلع نتيجته ويعني دقيق. فالواحد يقدر يتقدم للفحص إذا ما في شيء، خلاص. وإذا في شيء طبعا احنا نقدم له المساعدة. مشكورين وايد يعني صراحة، بس حبيت أخذ منكم نصيحة حق المشاهدين. احنا قاعد نوعي كثر ما نقدر ونشيل الخوف منهم، عشان شي سألتكم الأسئلة الكثيرة هذه. بس إذا في عندكم رسالة حق المشاهدين، ترى قاعدين متيمعين إيش كثرهم قدام التلفزيون اللي ما يشوفون كرة قدم، اللي مجاب لنا عندنا واحد قاعد مجاب الكرة القدم وقاعد صفر. ها 2-0 2-0 لا صدق والله البرتغال لا 2-0 والله لا عيل ضد المغرب هم خلاص. ها برتغال للحين بعد ما خلص البرتغال. نصيحة لو سمحتوا حق الناس اللي قاعد تابعنا. أنا من ناحيتي صراحة كنصيحة، يعني أعتقد أن التوعية بمرض الإيدز هو مو شأن خاص بوزارة الصحة. التوعية تبدي من البيت، من ولي الأمر يوعي عياله، يوعي اللي حواليه. تنطلق التوعية إلى باقي هيئات ومؤسسات الدولة، وزارة الإعلام جزاكم الله خير على تسليط الضوء على الموضوع الحساس هذا، وزارة الأوقاف عن طريق الخطباء وأئمة المساجد، وزارة أو هيئة الشباب والرياضة، وزارة التربية. فأعتقد التوعية هي توعية مشتركة، ما راح يقدر نحقق الغاية ونحقق الهدف خفض عدد الإصابات في منطقتنا إلا عن طريق تضافر الجهود التوعوية من قبل جميع مؤسسات وهيئات الدولة. نعم. طبعا احنا هم نركز على هاجس الخوف، هاجس القلق من التمييز، القلق من ان احد يعني يفكر بشخص بطريقه غير صحيحه. احنا مهم عندنا سلامه الشخص وسلامه اسرته، وهذه الاشياء طبعا اشياء ما يعني ما تهمنا، تهمنا سلامه وصحه الشخص. فبالنسبه لنا مهم جدا التقدم للفحص والتاكد من الحصول على العلاج في اقرب وقت.
ممكن. مشكورين على التوعية، عسى الله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك. ترى على فكرة أقول برتغال لأن فيني لتقش فيك. يلتق أنت. إيه فيني لتقش ما. فرنسي. برتغال. أنا أنا والله أنا غلطان اللي أنا أقول لك أسراري. كم نتيجة؟ 2-0 يبقى. 2-0 حتما 2-0. ورونالدو برا ترى ها ماله برتغال. أوكي. يعطيك العافية. خلكم معنا رادي لكم في الكويت.